والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا طرح له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم وصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد اللاينج يور لايت. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد والآن خدمة جديدة قناة زاد الصوتية تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد الاشتراك ارسل خمسة إلى الرقم ثمانين لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الراصد. تمر بنا الازمات متتابعه لترسم اثارها من هم وحزن وجزع وخوف بل وصلت حد الانتحار. وهنا يرد السؤال ماذا ينبغي لنا فعله في مثل هذه الازمات؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام ضد إس وجوال زاد فباسمي وباسمكم نرحب به فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ حالة من الذعر والخوف تصيب العالم اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كله بسبب الفلوس كله بسبب الاموال، الازمه الماليه زادت الاضطرابات العقليه في العالم كما قالت منظمه الصحه العالميه، الملايين من الاشخاص في العالم قد اصيبوا بالاكتئاب، تزيد الازمه الحاليه من مشاعر الاحباط وكذلك ارتفعت نسبه مراجعي العيادات النفسيه 30% نظرا لثقل المال في حس الناس اليوم في العالم شرقا وغربا لا نندهش اذا استمرت الزياده في التوترات والانتحارات والاضطرابات العقليه كما تقول مارغريت تشان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية انتهت بعض الدراسات إلى أن 57% متعاملين بالبورصة يصابون بالأمراض النفس جسدية الآن طبعا اختلالات في بورصات العالم تذبذب الرؤية ضبابية الرؤية غير واضحة ولذلك نرى هذا موظف كبير ماجستير في المالية الشؤون المالية يقدم على قتل نفسه وزوجته وأولاده وحماته وناس في الأربعينات يعني بلغوا سن الرشد امرأة في التسعين تنتحر في أوهايو بعدما تبلغت قرار طردها من المنزل الذي كانت تسكنه منذ 38 عاما حتى في العالم العربي في بورصات بعض البورصات في أفريقيا والدول العربية انهيار أسهم انتحار تاجر بورصة آخر يقتل زوجته وابنته ويحرق جثتيهما بعد خسارته في البورصة ثم ينتحر سكتات قلبيه استاذ جامعي يخلع ملابسه داخل احدى شركات السمسره ويقفز فوق المكاتب كالمجنون بعد ان فقد ملايين الجنيهات التي جمعها من زملائه باستثمارها في البورصه وما كادت تفلح محاولات تهدئته حتى سقط فاقد الوعي امراه تصرخ باعلى صوتها امام الناس وامام الكاميرات بعد ضياع ثروه عائلتها المقدره بمليونين جنيه المئات جلطة أمراض قلب أمراض الجهاز العصبي العالم النفسي نانسي موليتور من شيكاغو تقول لم أشهد يوما طوال ممارسة هذه المهنة منذ عشرين عاما يشبه هذا إنه مستوى القلق الذي يحطم كل الأرقام القياسية بل حتى الموت فضيلة الشيخ يعني نسمع في في صلاة الأسهم كذا حالة موت بسبب هذا الأمر أي وأصلا في قالوا أنه نقل من من الصالة في البنك الفلاني 300 واحد على المستشفيات الأشخاص الناس تعاني قلق طيب القضية الآن ترى مسألة يعني فعلا صعبة صعبة أه أنت يعني فعلا تعذر الناس لما يصيبهم من الأشياء لأنه يعني فقد مصدر رزقه وصار عليه خسارات وصار عليه تبعات والبنك باع الأسهم رغما عنه لكنك لا تعذر من اقترض بالربا ودخل في صناديق المساهمات في صناديق الأسهم أنت لا تعذر الذين حذروا مرارا وتكرارا من الدخول في هذا السوق القماري الميسري المهلك ولا زالوا يدخلونه عدد طالبي المساعدات النفسية تزايد لأن الأزمات النفسية وصلت للذروة الأزمة المالية دفعت الألمان للجوء إلى القساوسة والكنائس امرأة عجوز تقول: اخشى ان اموت الان لان ورثتي لن يحصلوا على ما كنت ادخره لهم. ثمانيه ما بين كل عشر امريكيين يقولون ان الحاله الاقتصاديه هي مصدر رئيسي للتوتر في حياتهم بينما قال نصفهم انهم قلقون بصدد مدى قدرتهم على الوفاء بالحاجات الاساسيه لاسرهم. يعني صار في قلق ان نستطيع نوفر الان طعام، لباس، مسكن. طيب خسائر البورصة هذه طبعا يتوقع من ورائها حالات طلاق اخرى وانفصالات زوجية وخراب بيوت لان احد الزوجين قد اقدم على استثمار مال الاخر سرا بل من موظفي وموظفات المصارف والمؤسسات المالية من استثمر في صناديق وسندات خزينة تبخرت لان سبحان الله شوف يمحق الله الربا المحق في المحق الحسي والمحق المعنوي يعني لما يقال 155 مليار دولار طارت من بورصات الخليج في أسبوع واحد 160 مليار دولار خسائر يعني في خلال مد يعني مدة يسيرة جدا طبعا بعضها قد تكون بسبب الربا مو كلها بعضها قد تكون بسبب الميسر وبعضها قد تكون بسبب شؤم المعصية لأن شؤم مركز الزلزال المالي هناك في تلك الولايات لكنه سرى إلى أوروبا والشرق الأوسط ودول شرق آسيا ماشي سبحان الله ترى اللي في قضية شؤم المعصية ثم الذين تسببوا بها يعني كيف صار بغضهم في العالم بسبب ما جنته أيديهم على أنفسهم وعلى بقية الناس في العالم ونسمع الآن طبعا قمم طارئة وللدول الكبرى شغلت الأزمة الاقتصادية العالم ألقت بعلامات استفهام كثيرة على المستقبل ومداولات وتغيير أنظمة وتداعيات نقول النظام المالي صار مهترئا باليا لا بد من إعادة تغيير قواعد النظام المالي لا بد من إعادة كتابة الأنظمة المالية من جديد لا بد من من وتفاوضات